ريانة العود والليل يتغشاها والشمس في وجهها لحظات مشرقها. صح لسان الشاعر على هذه الأبيات الجميلة اللي تتكلم عن تقاسيم الخيل العربية الأصيلة. الخيل دائما تتميز بجمال تقاسيمها سواء جسمها أو رقبتها أو حتى وجهها. أهلا وسهلا فيكم متابعي ومحبي الخيل العربي الأصيل بحلقة جديدة من برنامجكم فروسية. إذا حابين تعرفوا فروسية إيش مخبي لكم اليوم خلينا نشوف العناوين. في هذه الحلقة تشاهدون: عنان العزم يخطف جائزة مساهمة نادي الفروسية بالحفل ال21، ساوثرن غالز يتوج بكأس رئاسة الاستخبارات العامة بميدان الملك عبد العزيز، مزاد مربطي السيد والوصيل 80 راس ب2 مليون ريال، الجواد المستحب يحقق كأس دعم خادم الحرمين الشريفين بالجنادرية بالحفل الثالث، الفارس مشاري الحربي يتوج بكأس وزارة الزراعة لقفز الحواجز، الفارس محمد شافر ميثي بطل الفئة الكبرى بأولى جولات دوري الخليج للنخبة، الفارس جزاء العتيبي وأسلوب مختلف في ركوب الخيل. الإصرار على الفوز ما زلنا نشوفه في ميدان الملك عبد العزيز لسباقات السرعة. وصلنا معاكم للحفل ال21 اللي هي أشواطه عبارة عن 10 أشواط. 10 أشواط فيها لخيول دائما هدفها خط النهاية بأقل وقت ممكن، ولكن اللي تألق بالشوط التاسع بهذا الحفل هو عنان العزم المملوك لاسطبل آل المرزوق، واللي خطف جائزة مساهمة نادي الفروسية اللي كانت عبارة عن 250,000 ريال. شهد ميدان الملك عبد العزيز سباقات السرعة في حفله ال21 حيث تكون السباق من 10 أشواط بمساهمة وهدية نادي الفروسية. الشوط الأول على مسافة 1200 متر استطاعت الفرس سبيشل العائدة ملكيتها للمالك تركي مهدي سلطان العامري السبيعي من خطف المركز الأول، بينما ذهب لقب الشوط الثاني أيضا لصالح المالك تركي مهدي سلطان العامري السبيعي عبر الفرس رولكس. الشوط الثالث فقد استطاعت كوامل لمالكها أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط على جائزة نادي الفروسية التقديرية 125,000 ريال. كوامل فرحتنا في السبق المفتوح والحمد لله، وهي أول مرة تشارك الحمد لله. موسم إن شاء الله ناجح إن شاء الله من كل المقاييس، وأتمنى التوفيق إن شاء الله لاكتمال الموسم كله. ما في شك بدأ علينا الحين خيل جديدة جدا جدا طيبة، والطيب متقارب، ما هو أحد عن أحد، الطيب متقارب، وإن شاء الله أن يكون السبق على مستوى المناسبة. الشوط الرابع والمخصص لجميع الدرجات مستورد عمر 3 سنوات فأكثر استطاعت صايد هيل للمالك سلمان فيحان المنديل من تحقيق المركز الأول. والله الحمد لله توفيق من الله. الفرس ما شاء الله معطي مؤشرات من الطايف سباقاتها، والحمد لله أول سباق لها جت المركز الثاني بس ما كانت جاهزة، والحمد لله اليوم جت باستعداد ووفقنا الله والحمد لله وكسبنا الشوط. وقد كان المركز الأول من الشوط الخامس من نصيب الجواد ضلع جوزين للمالك اسطبل النهار، بينما ذهب لقب الشوط السادس لصالح الجواد الدرسعي العائدة ملكيته للمالك اسطبل الدكتور نعيمات. وجاءت منافسة الشوط السابع للخيول جميع الدرجات والمنتجة محليا وعلى مسافة 1800 متر، والذي خطفت الفرس سبابة لمالكها أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، واستطاع الجواد شمال لمالكه عبد الله راشد ناصر الشمري من خطف لقب الشوط الثامن على مسافة 1400 متر. والله الشوط كان سريع شوي وهو المتوقع أن يستحق، وشمال هن اللي بيكونون على رؤوس الشوط، والحمد لله يسر الله الشمال وخذ الشوط، اللهم لك الحمد. عندنا مهارة لها الحين ما طلعت، وعندي يمكن راسين ثانيات كبار ان شاء الله، اتوقع ان شاء الله انهم يجون. ما هو بعد مستوى شمال هذا له معزه خاصه عندي انا، لكن فيهم خير وبركه ان شاء الله، اللي باقيات فيهم خير وبركه باذن الله تعالى. اما الشوط التاسع لانتاج عمر 3 سنوات، استطاع عنان العزم للمالك اسطبل آل مرزوق من خطف جائزه مساهمه نادي الفروسيه 250,000 ريال. شوط جات فيه نقبة الخيل 3 سنوات والحمد لله والشكر لله اللي أكرمنا به، وتوقعات هذا الشوط كنت حاسب لها والحمد لله، هذا فضل من العزيز الحكيم اللي مشى على الطريقة هذه. والله كل الخير يخاف منها، كل شيء يخاف منها. وفهمت محمد الدهام أنه يمشي لا يستعجل على حصانه، يمشي وراء خير الميزان، وبعد انتظروه بعد قلت له انتظر، ولا أدري وش حصل معه، ولا كان هم الاثنين يكجون اول وثاني، لكن الحمد لله والشكر له. الشوط قارينه قرايه صح، والخيال بيض الله وجهه مشى على الطريقه الصحيحه اللي قلنا لها. الشوط العاشر والاخير على مسافه 1400 متر لجميع الدرجات، انتاج 3 سنوات فاكثر، كانت الجائزه 120,000 ريال وسياره، وهي هديه نادي الفروسيه من نصيب الجواد جوير للمالك ابناء عبد الله فراج العجمي. والله الحمد لله حصان بطل جوير، كنا متوقعين حنا يعني من المراكز الاولى، ودائما ما يتعدى في الميزان، يعني دائما اول ثاني ثالث، والحمد لله اليوم بيضها وادى السباق المطلوب. اما الحفل ال22 في ميدان الملك عبد العزيز لسباقات السرعه، تألق فيه الجواد ساوثرن غالز المملوك لمربط الغريبان، واللي خطف كأس رئاسة الاستخبارات العامة اللي كانت قيمتها 120,000 ريال. ال22 لسباقات الخيل بميدان الملك عبد العزيز ضم كأس أمانة منطقة الرياض وكأس رئاسة الاستخبارات العامة. الشوط الأول على مسافة 1200 متر استطاع صلدم بعمر السنتين من الإنتاج المحلي العائدة ملكيته لعبد الرحمن المخضوب من خطف المركز الأول. كأس إمارة منطقة الرياض طبعا من أفضل الكؤوس حاليا، ويشارك عدة رؤوس أبطال، والأبطال هذا طبعا كل اسطبل يتمنى أن يأخذ هالكاس هذا. من ضمن الرؤوس الكاس ثقيل الراي، والتفتيش طبعا مقدم مستويات طيبة الموسم هذا، وناقع الورس. بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا الحفل والذي خصص للخيل التي لم تربح من إنتاج السنتين وعلى مسافة 1600 متر لصالح الفرس نفوذ لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. جميع الخيول المشاركة خيول يعني ذات سمعة طيبة في الميدان السعودي، وأغلب الخيول مرشحة. أنا حقيقة أنا أرشح الخيل رمحان هو الأقرب للفوز من وجهة نظري. بالنسبة لكأس الاستخبارات العامة جميع الخيول الموجودة يمكن أكثر من خيل فازت أكثر من 4 أو 5 مرات، لكن سموك نصان هو الأقرب للفوز تقريبا. كأس إمارة منطقة الرياض طال عمرك سنام الخير ومزدوج وثقيل الراي، وثقيل الراي هو الأقرب للترشيح. هذه طبعا ثالث حفلة في الموسم، والخيل بدت مستواها تصاعدي من أول حفلة إلى ثاني حفلة إلى ثالث حفلة. الآن بدأ من الحفلة هذه والجاية راح تكون الخيل مستواها خلاص الجهوزية راح تطلع من 70% إلى 90% إلى 100%، والمستوى راح يكون متصاعد. أما الشوط الثالث فقد استطاع العفو لسمو الأمير فيصل بن خالد وتدريب المدرب سامي الحرابي من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط. أما الشوط الرابع والمخصص للأفراس التي لم تربح عمر 4 سنوات و5 سنوات، استطاعت قصه لفواز المشرافي من خطف اللقب. وقد كان المركز الأول من الشوط الخامس مخصص لمفتوح 3 سنوات على مسافة 1600 متر على كأس أمانة منطقة الرياض لصالح الجواد ثقيل الراي لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. الحمد لله سبق قوي، كل الخيل قويه كلها، ولكن حسم الموقف ثقيل الراي والحمد لله. قاسم منطقه الرياض هذا يعني من ثالث الكؤوس الملوك، يعني قاسم منطقه الرياض يعني له دوره وله قيمته في الميدان وما في شك. فرحانين وكل الخيل الزينه مسجله في هذا الكاس. ذهب لقب الشوط السادس لصالح مزهي العائده ملكيته لسعد غربي الجنيدي. وجاءت منافسة الشوط السابع على مسافة 1600 متر على كأس رئاسة الاستخبارات العامة، كان من نصيب الجواد ساوثرن غالز لاسطبل الغريبان الذي تسلم الكأس من يد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن بندر بن سعود مساعد رئيس الاستخبارات العامة. الحمد لله، الله يبارك فيك. يمكن أعتقد الحصانين الأول والثاني كانوا مرشحات، الحمد لله قدموا اليوم مستوى وصار التنافس بينهن. يمكن الوقت اليوم أفضل وقت في الميدان السعودي كالموسم هذا حاليا دقيقة و36 أفضل زمن. الحصان قدم مستوى، إن شاء الله طمحانين إنه يكون يشارك في البطولات الكبيرة إن شاء الله، مسافة 2000 متر وفي كأس الملك إن شاء الله. يعني كان سباق شيق وممتع وحريصين على الكأس هذا، يمكن ثالث موسم أنا أخذ كأس استخبارات هذا. تونا بدينا في الإنتاج اسطبل الغريبان، يعني حاليا تقريبا شرينا حوالي 5 روس او 6 روس كعمار السنتين، متملين ان شاء الله ان ندعم الاسطبل فيه. عندنا اكثر من راس يعني من الانتاج، يعني بدايه تقريبا بدايه الموسم هذا دخولنا في الانتاج ان شاء الله. يعني المستورد الحمد لله، يعني مثل ما انت شايفه يعني اسطبلنا متقدم يعني مع الاسطبلات الكبيره. أتمنى إن شاء الله يكون يعني حضورنا حتى في الإنتاج إن شاء الله. واستطاعت رود فالور لاسطبل الغريبان من السيطرة على مجريات الشوط الثامن وخطف لقبه الذي كان على مسافة 1800 متر لخيل المستورد. أما الشوط التاسع فقد تنافست فيه الخيول المنتجة محليا عمر ال4 سنوات فأكثر على مسافة 1600 متر، وقد استطاع وقور لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز وتدريب بدر سعود بن رزيق تحقيق اللقب. الشوط العاشر والأخير تنافست فيه الخيول المنتجة عمر 3 سنوات فأكثر على مسافة 1800 متر، والذي استطاع تحقيق الفوز هو الجواد شبل بانديني لناصر درع الدرع. خلينا نروح على مزاد الجمال. الجمال كان ممزوج طبعا من مربط الوصيل ومربط السيد، وهذول المرابط الاثنين ما شاء الله انتاجهم طيب، وخيولهم تعتبر من اجمل الخيول اللي موجوده واللي إلها مشاركات وإلها بطولات. هذا المزاد حقق نجاح كثير كبير، تقريبا باعوا اكثر من 80 راس جمال، وكانت عوائد هذا المزاد تقريبا 2 مليون ريال سعودي. شرفنا اليوم بإقامة أول مزاد من مربط وصيل مدينة الرياض. الحقيقة تفاجأنا ما شاء الله تبارك الله بنسبة الحضور، حضور قياسي الحقيقة، وهذا شيء مفرح يعني بالنسبة لنا، بغض النظر عن سعر الخيل أو أسعارها في نزول أو في ارتفاع، إنما هو الشيء الملفت إن دخول شريحة جديدة من الشباب دخول في مهنة الخيل واقتناء الخيل. تشاركنا مع مربط السيد من المرابط الكبيرة في الشرق الأوسط أو في الخليج العربي، والحمد لله حتى الآن يعتبر شيء جيد بالنسبة للحضور وبالنسبة للأسعار. شيء طيب أن التعاون بين المرابط يعني والاندماج في المزادات هذه تساعد أول شيء في الحضور وتساعد على نوعية السلالات موجودة، يعني في سلالات طيبة عند مربط الوصيل، وبرضه الأخ هذا السيد مربط السيد برضه عنده سلالات، وهذا الناس لما تبحث عن الدماء الجديدة والخيل الجميلة تبحث عنها قد يعني ان شاء الله نتوفق ان شاء الله وان نوفق ان في عرض خيلنا ان شاء الله في او دماء الاسطبلات حقاتنا انها تنتشر في الاسطبلات المحليه. الخيل معروضه معظمهم من سلالات طيبه ومعظمها محققه نتائج، وهذه راح تضيف للملاك المبتدئين تضيف لهم الكثير، مثل هذه المزادات هذه تثري مجال الخيل العربيه وتثري السوق. المزادات هذه صار فيها تنظيم اكثر وصار فيها التنسيق أكثر، السلالات تطورت، الفكر تطور في الإنتاج وفي شراء الخيل. اليوم معظم الخيل معروضة في مزارع السيد والوصيل، كلها خيل معظمها محققة نتائج، معظمهم سلالات من أبطال وسلالات معظمها سلالات جيدة. ما زلنا نتعطش بطولات أكثر، 12 بطولة. صحيح أننا حققنا قفزات كثيرة من 4 وأنت طالع، لكن 12 ما زال في تعطش. من المعروف منطقة الرياض فيها أكثر من 60 حسب إحصائيات مركز الملك عبد العزيز 60 إلى 70% من الخيل العربية. ما زال أعتقد أن ما زلنا في حاجة بطولات أكثر، ما زلنا في حاجة دعم رسمي أكثر. الدعم راح يضيف للبطولات كثير وراح يضيف للملاك كثير. أرجع وأقول البطولات عددها جيد وحصلنا فيها قفزات كثيرة وما زلنا نطمح في الكثير. دائما أي مزاد لازم يصير فيه شيء يجذب الملاك، لأن إذا عدم الجاذبية في أي مزاد ما حد جاي. فأنا ما شريت المهور، اللي أنا مدير اسطبل مدير مربط الأصول وشريت المربط الأصول. المهور كان يملك جاذبية في الرأس، جاذبية العنق، عنده حركة قوية، مهور جذاب. ولو أنه وصل أعلى لارتقيت معه لأعلى. طبعا من فترة من 6 شهور نزلت الأسعار إلى فترة، يعني اللي نزلت الأسعار بشكل قوي. إذا كانت قبل سنة الأسعار أقل فرس تأخذها ب60,000، الآن تقدر تقنب 50 ب40 ب25 ب30. هذه فرصة لجميع الملاك وجميع مستويات المجتمع أنه يملك فرس أو حصان أو مهر. طبعا هذا المزاد يعتبر جديد، لكنه فاجأنا بعد الحضور الجميل من الشباب، فئة كبيرة جدا حاضرة اليوم. واعتقد انه اذا كانت هذه الخطوه الاولى بهذه الايجابيات، اعتقد ان المرات القادمه سيكون افضل وافضل. الاسعار صراحه يعني كانت فرصه كبيره للمشتري لامتلاك مثل هذا النوع من الخيول بهذه الاعمار المميزه بهذه المستويات الجميله. اعتقد والله اعلم ان كثير من هذه الامهار اللي بيعت اليوم مستعدة لتحقيق مراكز طيبة في بطولات الجمال لهذه السنة، خصوصا الأمهار. ما شاء الله مزاد الوصيل ومزاد السيد في مجموعة خيل كبيرة ما شاء الله جيدة، ذات دماء وأنساب فاخرة، أغلبها من الإنتاج المحلي، وشيء نفخر فيه من إنتاج مربط السيد ومن إنتاج مربط الوصيل. خيل ممتازة من أمهات عالمية ما شاء الله، وجدا خيل متعوب عليها وأسعارها جدا حلوة. فروسية بعدها مستمرة، المزيد بعد الفاصل. بعد الفاصل تشاهدون الجواد المستحب يحقق كأس دعم خادم الحرمين الشريفين بالجنادرية بالحفل الثالث. الفارس مشاري الحربي يتوج بكأس وزارة الزراعة لقفز الحواجز. مجلة فروسية فيها أخبار كثيرة وراح نتوقف مع هذا الخبر الأول في مجلتنا لليوم. المهرة نجاح تتألق بالجولة الختامية لكأس زايد في فرنسا. التفاصيل كانت أنه ضمن سباق الجولة 12 والختامية لكأس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد آل نهيان تحدي كأس البرايدرز للفئة الثانية على مسافة 1600 متر البالغة جائزته المالية 45,000 يورو، والذي أقيم بمضمار تولرز الفرنسي ضمن فعاليات النسخة 9 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. خطفت المهرة الشقراء نجاح البالغة من العمر 3 سنوات بنت الفحل مينغز، التي أكدت أنها الرقم الصعب في هذا السباق. وحلقت المهرة النجاح للمركز الأول بأسلوب كلاسيكي بعد أن اكتسحت منافسيها بفارق 3 أطوال من دون أي مجهود. مرة جديدة لميدان السرعة بالجنادرية بالرياض، وصلنا معكم للحفل الثالث اللي ما زالت أشواطه فيها حماس وجوائزها كثير عالية. بهذا الحفل الثالث كان في تألق كثير كبير لبعض الخيول، ولكن اللي خطف كأس دعم خادم الحرمين الشريفين هو الجواد المستحب. على كأس ودعم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه. انطلقت في ميدان الجنادرية منافسات الحفل الثالث لسباقات السرعة. الشوط الأول على مسافة 1200 متر استطاع مصيون العائدة ملكيته لبندر فيحان الحارثي من خطف المركز الأول، بينما ذهب لقب الشوط الثاني لصالح متهني لمالك محمد بكر البكري، كان على مسافة 2000 متر. الحمد لله والشكر لله، متهني كسب نفس الشوط العام الماضي وعلى مسافة 2000 كان، فأنا محظوظ في شوط سيدي خادم الحرمين اللي هو الدعم، هذه ثاني سنة الحمد لله أكسب على التوالي. الجواد لطف جواد جيد، وأنا كنت أتنافس معاه السنة الماضية، والحين الحمد لله قدرت أتغلب عليه، اللهم لك الحمد بواسطة متهني. في أشواط كؤوس حلوة هنا وأنا أتمنى أشارك فيها وأحصل على أول كاس عن طريق متهني. متهني أول جواد كسبت فيه ميدان الملك عبد العزيز وفي الجنادرية، وأتمنى الكاس إن شاء الله. أما الشوط الثالث تنافست فيه الأفراس عمر 4 سنوات، استطاعت الفرس حفاظة لاسطبل جيادل من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط البالغ مسافته 2000 متر. واستمرت المنافسات على أرض ميدان قلعة الإنتاج، فقد تنافست الحصن في الشوط الرابع والمخصص للخيول التي لم تربح عمر 3 سنوات. استطاع الجير لزيد بن حطاب السبيعي من خطف اللقب الذي كان على مسافة 2000 متر. الحصان ركض أول مرة الأسبوع الماضي وحل في المركز الثاني، وأعطانا مؤشرات جيدة وطلب مسافة أطول، واليوم المسافة 2000 وما شاء الله أعطى عليها المتوقع. ال2000 تعتبر من المسافات الطويلة على الميدان السعودي، سواء الميدان القلعة هنا أو الميدان الرئيسي، وتحتاج نوعية معينة من الخيل. الصراحة في ميدان الجندرية يختص بأشياء كثير، يعني نخلي المالك أي مالك إنه يفكر يجي هنا. أول شيء الأرضية الكويسة بتخدم الحصان، بإذن الله بتكون بعيد عن موضوع إصابات أو مشكلة. رقم 2 الجوائز، الجوائز طبعا هو كل مالك أو كل مدرب يتمنى أنه ينال جائزة كويسة، والله يا ربي ييسر ويوفقنا إن شاء الله. اليوم حصاني اللي مشارك فيه اسمه جاوبني، له مشاركات العام قبله كان يكسب ويحقق نتائج كويسه، وان شاء الله انه اليوم ان شاء الله انه يخدمنا ان شاء الله ويمشي معنا ان شاء الله. الشوط فيه خيل يعني كويسه، فيه ما شاء الله راسين يعني كويسين، منهم رحيق ومنهم المستحب، ممكن انهم اي منهم ذول الثلاثه ممكن يجيب النتيجه يعني. وقد كان المركز الاول من الشوط الخامس على كاس ودعم خادم الحرمين الشريفين الذي خصص لمفتوح الدرجات عمر 3 سنوات فاكثر، وعلى مسافه 2000 متر لصالح الحصان المستحب لفؤاد محمد بن غشيان وتدريب المدرب المتميز سعود بن رزيق. الحمد لله مجرد السباق من البدايه ما شاء الله، هو ماشي على راس الخيل في المقدمه وكان مرتاح على المقدمه، ويمكن اليوم الشوط يعني كان طلع بطيء وهو سرع السباق، يوم سرع السباق بطيء هو مشى، يوم شاف السباق بطيء وكل خياله ماسكين مشى، والحمد لله توفق في الخطه وتوفق في السباق، والحمد لله على الفوز. شيء من الله سبحانه عز وجل، ونشكركم عاد انتم ان شاء الله باذن الله من احسن لاحسن ان شاء الله الخيل، والخيل تركض بحظوظها لها يعني يقولون. انا صراحه العام كلمتك مره بالتلفزيون، انا اخذ الكاس ولا مليون اخذا، يا سبحان الله أنا معنوي وماني مادي. بينما انطلق الشوط السادس والأخير من هذا الحفل الثالث والمخصص للخيل التي لم تربح عمر 4 سنوات فأكثر، كانت الصدارة من نصيب الحصان بعيد المرامي العائدة ملكيته لغربي فالح الشمري وتدريب نواف الجنيدي. ضمن دوري درع الاتحاد لقفز الحواجز بالسعودية، كان في كأس وزارة الزراعة بهذه البطولة أو بهذا الحفل، الفرسان السعوديين طبعا كلهم متحمسين أنهم يفوزوا، ودائما فرسان قفز الحواجز همهم يقطعوا الحواجز بدون أخطاء وأيضا بأقل وقت ممكن. اتألقوا كثير من الفرسان وأدائهم كان جدا متميز، ولكن اللي حصل على بطولة هذا الدوري هو الفارس السعودي مشاري الحربي. استضاف مركز العيد للفروسية المباراة الثالثة لدرع الاتحاد لمدة 3 أيام على التوالي، وشارك عدد كبير من الفرسان في هذه البطولة التي كانت من أهم أشواطها شوط الدرجة الأولى ألف على كأس وزارة الزراعة، والذي كان من نصيب الفارس مشاري الحربي بعد أن أنهى الشوط بدون أخطاء وتسلم الكأس من يد الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان وكيل وزارة الزراعة للشؤون الحيوانية، فيما حل بالمركز الثاني الفارس بدر الفرد بجولة نظيفة، والفارس عبد الرحمن النمر جاء بالمركز الثالث بخطأه. احنا اول شيء سعيدين جدا بتواجدنا اليوم مع زملائنا هنا في الميدان، وما شاهدناه الحقيقة يعني يثلج الصدر من تنافس للفرسان، تنافس شريف وتنافس موفق، وسعيدين جدا باستضافتنا أو بدعمنا السنوي لهذا السباق، والوزارة ليس غريب عليها الدعم وهي تدعم باستمرار وجميع الأنشطة الفروسية. الوزارة لديها مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وهو الحقيقة يعمل بجد واجتهاد، يحاول دائما في تنظيم المنافسات والمسابقات على مستوى الدولة، بالإضافة إلى عملية تسجيل الخيل العربية الأصيلة وإلى آخره. وإحنا حقيقة ما فيها شك دائما نسعد بتواجدنا هنا ونسعد بدعم زملائنا. ما فيها شك رياضة الفروسية يعني من الرياضات الهامة في المملكة، وتحظى بدعم من جميع قيادات الدولة في المملكة. الشوط ما كان سهل، الفرسان الموجودين فرسان مميزين، برضو عندنا فرسان شباب ممكن أول مرة يشاركون، مثل الفارس عبد الرحمن النمر قدم جولات ممتازة حقق مركز ثالث. الفارس بدر الفرد دخل رقم واحد في جولة التمايز من بين 8 فرسان، فحط زمن سريع، فكان لابد أني أحاول أني أكون أسرع من بدر. الحمد لله الله وفقني، قدرت أني أحقق زمن أقل، والله كرمني في أول كاس في الموسم. اليوم كان المسلك بشكل عام كان فيه تكنيكال من الجولة الأولى، بس ما شاء الله مستوى الفرسان كان عالي جدا، من 20 فارس تقريبا 8 فرسان تأهلوا لجولة التمايز. اللي صعب جولة التمايز مثل ما ذكرت لك جولة الفارس بدر الفرد كانت سريعة جدا، فعلشان أحقق الكاس لابد أني أحاول أني أكون أسرع من بدر، والحمد لله الله أكرمني اليوم. الحمد لله يسرها الله وحققت المركز الأول في شوط الفئة المتوسطة وشوط الفئة الأولى، وطبعا هذه المشاركة مشاركة مهمة بكأس وزارة الزراعة، ويعني فرقها عن البطولات السابقة أنه بدأت الخيل تستعد وتجهز، لأن أول بطولتين كانت أول الموسم والخيل لسه ما كانت في قمة الجاهزية. والله السنة هذه المنافسة قوية، يعني اختلاف عن المواسم السابقة، والاعداد اكبر في الشوط الكبير. اول يعني قبل كذا كنا نشوف 15 واحد، الان نوصل 25 الى 30 بالشوط الكبير، والخيل كثره المستورد اللي توها واصله. طبعا في اخوي الفارس خالد العيد ومشاري الحربي وناصر القومي وفهد العيد واسماء كثيره يمكن سقطت سهوا، لكن من ابرز المشاركين والمنافسين هذا الاسماء. طبعا اليوم هذه اول بطوله بالنسبه في الموسم ككاس وزاره، الامور تمام الحمد لله. كان عندي اسقاط حاجز، ممكن عدم جاهزيه الخيل، احنا لسه الان ثالث بطوله تقريبا، الخيل راجعه من راحه كانت في الصيف. اليوم يعتبر اصعب كورس في الموسم، في بدايه الموسم البطولات اللي راحت كانت اشواط اللي هي ال 135 او ال 120. اليوم طبعا ارتفاع الحوز 140، وفي صعوبات، في مركب ثلاثي، في مركب ثنائي، في ضيق في المسافات، يعني في تكنيكال، في شوط تكنيكال يعني، وصعب يعتبر. فروسية بعد ما خلص، المزيد بعد الفاصل. بعد الفاصل تشاهدون الفارس محمد شافر ميثي بطل الفئة الكبرى بأولى جولات دور الخليج للنخبة، الفارس جزاء العتيبي وأسلوب مختلف في ركوب الخيل. دوري الخليج للنخبة لقفز الحواجز اللي راح يكون لأول مرة بالإمارات تحديدا في نادي الحبتور للبولو. هذا الدوري أقيم لكل الفرسان الإماراتيين وغيرهم، طبعا في مشاركات عربية وفي مشاركات أجنبية بالإضافة لمشاركات إماراتية. التألق كان كثير كبير وواضح بهذه البطولة، وهي البطولة هم راح يخلوها تقريبا لغاية شهر 4 السنة الجاية إن شاء الله لعام 2018، وراح تكون عبارة عن يومين بالشهر. طبعا جوائزها قيمة والمنافسة فيها كثير عالية. اللي تألق بالفئة الوسطى للجولة الأولى هو الشيخ الفارس علي النعيمي، أما اللي تألق بالفئة الكبرى هو محمد الرميثي. في نادي ومنتجع الحبتور للبولو في دبي الجولة الأولى من دوري الخليج للنخبة لقفز الحواجز، والذي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج والعالم العربي. ويشارك في البطولة التي تتكون من 6 جولات مستمرة حتى الخامس من أبريل القادم لعام 2018 أكثر من 150 فارسا عربيا وعالميا، من بينهم الشيخ علي بن عبد الله القاسمي والشيخ علي النعيمي والشيخة لطيفة بنت أحمد المكتوم وفريق فرسان الإمارات وغيرهم من الأسماء اللامعة في عالم الفروسية. البطولة هذه ذا جولفن تور اللي تقام على 6 منافسات 6 جولات على مداد 6 أشهر، كل جولة من يومين في نادي الحبتور للفروسية. طبعا هذه البطولة أولى من نوعها في موسم 2017-2018، نطمح فيها أن نحصد عدد وفير من الجمهور اللي ممكن تتابع هذه الرياضة وتشجع وتحفز الفرسان على أن يقدموا أفضل ما عندهم. مشاركتي أنا اليوم مشاركة، طبعا المنافسة أشدها، الفرسان كلهم ما شاء الله اختاروا هذه البطولة أن تكون أول ظهور لهم في هذا الموسم، فعدد كبير من الفرسان متواجدين ويانا في هذه البطولة والمنافسة ما حتكون سهلة. طبعا نحن فرسان الإمارات هنا تعودنا أن نشارك في كم من مباراة بس أو كم من نادي، هالأندية نفسها اللي تقام اللي فيها بطولات سنة بعد سنة، فالخيول اللي تشارك هنا وما تشارك بالخارج متعود على هالميادين فقط، فانك انهم يحضرون في بطوله ثانيه او في ميدان جديد عليهم بشكل للفرسان وللخيول التوتر، ولكن هذا شيء ايجابي انك تقدر تشارك في ميادين جديده والخيل نفسيته تتغير في مشاركته في ميادين جديده، فهذا يشكل نوع من الصعوبة على بعض الفرسان لأن مش كل الخيل لها نفس الرياكشن أو ردة الفعل، ففي بيكون اختبار يعني لبعض الفرسان. اليوم نحن ندخل هذا الشوط مش هدف المنافسة فيه ولا الفوز فيه، هو تجهيز خيلك للبطولات الجاية الكبيرة هذه. في بعض الخيل نحن نحتاج أن نجهزها، عندنا فرسان صغار الحمد لله من الامكانيات والمواهب اللي ممكن توصل للامارات وتشرف دوله الامارات في محافل كبيره. فاليوم نحن لا يقلل عندنا ان نحن نقول في الامارات في 10 الى 15 فارس منهم ما تحط فيهم فهم ابطال ولهم خبره ولهم فوز في الجرامبريات كثيره، وما بانسى اي حد يعني ما بقول اسم اي فارس، ولكن في مجموعه من الفرسان الممتازين. فهذا السبب يعني يوم ادخل مثلا هالمباراه مش هدفي فيها الفوز، لكن وقت ما اريد افوز لازم اكون انا عارف شو الخيل اللي جاهزه، خيل مو بجاهزه، خيل متى ممكن تجهز، فحسب اليوم الجاهز هي الخيل اللي تجاوبك في الميدان. والهدف الجميع يمكن انا اقول لك كل فرسان الامارات منو ما يكون في الفروسيه يعني او الرياضات بشكل عام كلهم يحبون الامارات لانه يريدون الامارات الاول، ويمكن حتى الناس اللي ساكنين يعني اللي عايشين معانا في الامارات حابين الامارات الاول، فهذا لا شك فيه. لكن انت يوم تعرف ان عندك امكانيات افضل مش من الموجود المفروض يعني الواحد يتأنى وياخذ الفكر والتشاور لانك توصل في النهايه اتوقع للطريق الصحيح، ولو غلط ممكن تقول انا اسف ويبدا يتغير للافضل. طبعا انا من سكان من المقيمين يعني في دوله الامارات العربيه المتحده، ولي الفخر اني انا مقيمه في هالبلد، فكوني من سكان امارات الشارقه جيت اشجع الشيخ علي النعيمي وان شاء الله اتمنى له الفوز في هذه البطوله باذن الله. وأنا وايد أحب أشجع الخيالين لأن الفروسية من أقدم الرياضات اللي عرفها الإنسان. طبعا رياضة جدا صعبة لأن الخيل صعب معاه التعامل، يحتاج هدوء، يحتاج وقت كبير إنه يتروض ويتدرب، ووايد استمتعت بوجودي في هالمناسبة. وكانت المنافسة بين الفرسان على أشدها خلال أشواط البطولة، واحتدت المنافسة في شوط الفئة الوسطى التي استطاع فيها الفارس الشيخ علي النعيمي بعد أداء مثير ولافت من خطف اللقب ليحل ثانيا الفارس محمد شافر ميثي، بينما المركز الثالث كان من نصيب الفارس موفي الكربي. والله بطولة جديدة على الساحة الإماراتية، وخيلي تو راد من السفر، وحاولت أني أقدم أفضل مستوى لي، والحمد لله جبت المركز الثالث في الفئة الوسطى اللي هم فرسان لهم 10 سنين في هاي الفئة وأنا سنتين، قدرت أني أوصل هالمستوى. أنا راضي عن مستواي وأشكر مدربي خالي حمد الكربي على دعمه وتدريبه لي، ونادي الشارقة الفروسية والسباق على دعمهم بهالخيل الطيب، واسطبلات الشراء على المعسكر الخارجي، حققنا نتائج طيبة. أما الفئة الكبرى التي كانت آخر أشواط البطولة، استطاع الفارس محمد شافر ميثي انتزاع المركز الأول بعد أن قدم عرضا قويا وجولة تمايز بدون أي أخطاء وبأسرع زمن ليظفر بالمركز الأول، في حين حل ثانيا الفارس حمد علي الكربي ليكون ثالثا الفارس فادي زبيبي. الحمد لله قدرت أحصل المركز الأول في الفئة الكبرى، والمنافسة كانت يعني بصراحة كانوا أفضل 6 فرسان في دولة الإمارات موجودين يعني في نفس الفئة. الحمد لله كنت أنا رقم 5 اللي كنت قبل الأخير، وكنت أشوف اللي قبلي بصراحة كانوا سريعين، فيعني قررت أني يعني أحاول قد ما أقدر أني يعني أسرع قد ما أقدر. يعني حصاني ما قصر بصراحة، هذا الحصان يعني أول بطولة له في هذا الموسم، والحمد لله الله وفقنا. وأحب أشكر نادي الحبتور على استضافة هذه البطولة، شكر الكثير يعني لهم. بصراحة يعني أنا سويت اللفات كلها، بس على الحاجز الأخير اللي هو عقب الوول أنا كنت يمكن أسرع لين الحيط. بعد الوول كانت في 6 خطوات، أنا سويت 7 خطوات للسيفتي للخيل، إن خطوة تشوي قصيرة وما أحب أدفعها يعني تطلع فلات، فخذيت 1 مور، فهذه أجزاء من الثاني كانت، بس هي كانت يعني أسرع في البداية، بس النهاية أنا قلت يمكن تكون كافية في السرعة فبغيتها تاخذ وقتها، فكانت أجزاء بسيطة، بس يعني الفوز بعد لأخوي محمد شافي كان يعني طيب ويستاهل الفوز. خبرنا الثاني في مجلة فروسية من دبي. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يتوج خريجي الدفعة الأولى لبرنامج مسار جودلفن. التفاصيل كانت بأنه توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مدينة جميرة خريجي الدفعة الأولى لبرنامج مسار جودلفن، ممن أمضوا 9 أشهر من الدراسة والتدريب العملي في مختلف فنون ومهارات الفروسية، وذلك على مرحلتين، الأولى في دبي والثانية في بريطانيا. ودرس الخريجون المواطنون الشباب في مختلف المواد العلمية والتدريبية في عالم صناعة الخيل كالسباقات والإنتاج والتسويق والتدريب وغيرها من الأمور المتصلة بهذه الصناعة الحيوية. كل فارس له أسلوب ركوب خيل معين بيعتمده بالسباقات أو بالبطولات، وهي هذه لغة يعتبرها لغة تواصل بينه وبين خيله. جزاء العتيبي الفارس السعودي هو فارس ماراثون يستخدم أسلوب خاص بركوب الخيل، خلينا نشوف. البدايات كانت من زمان يعني تقريبا من الطفولة، يعني تواجد الخيل عندنا باستمرار في البيت، والد يعني فارس والعائلة كلهم أكثرهم فرسان يعني الحمد لله. مجال السباقات والبطولات هذه تقريبا من عام 1423 يعني بديت أول سباق في محافظة الدوادمي 40 كيلو، والحمد لله حصلت على المركز الأول. من بعدها استرسلت السباقات بطولات ما بين تحمل ماراثون، كان يعني ما في توجه معين، لكن الحمد لله يعني الآن توجه كله ماراثون. امتلاكي لأول خيل كان عام 1418، كان هو الحصان اللي كانت بدايتي فيه، علمني وعلمته. فكانت يعني أنا أشوف أن علاقة الفارس مع الخيل علاقة غير أنك أنت تعطيها أوامر علشان سباقات أو غيره. فالحمد لله يعني 1418 ما كان عندي يعني فكر للسباقات أو شيء، كان فكر فروسي فقط. فالحمد لله صار يعني هو النقلة الجميلة اللي في حياتي الحصان ذاك، وكان أذكر اسمه ورد. ما في سبب يعني أجبرني على الماراثون إلا جمال اللعبة وجمال البطولة وجمال الحماس فيها. كبدايات في التحمل، بعدها انتقلت من التحمل إلى الماراثون. فالماراثون يجمع بين التحمل وبين السرعة. الخيول العربية الأصيلة وبطولتها وقدرتها على التحمل وقدرتها على السرعة مسافات أطول. يعني فيه قسم القوارح 10 كيلو تركض ما بين سرعة 40 أو 45 كيلو متر في الساعة. والعسايف يعني مهار أقل من 3 سنوات تركض كذلك بنفس السرعة 5 كيلو 5000 متر. شيء ممتع وجميل، وتلاحظ أنك تتنافس، ما هو 1200 متر ولا هو 120 كيلو، تتنافس 5 كيلو وانت شاد حيلك وتركيزك وذهنك، مع ذلك يعني أنت مجهز حصانك علشان الركض هذا. حتى تدريبه يختلف عن السرعة ويختلف عن التحمل. هي عبارة عن ميكس بين التحمل والسرعة، يعني تقوي عضلات الحصان وتوسع نفس الحصان، يصير الحصان يقدر يتحمل أنه يركض مسافة طويلة وبسرعة عالية. ما هو زي التحمل بسرعة شوي يعني نازلة، لا بالعكس، سرعة أقل من السرعة الريسنج وأعلى من التحمل. عمر رياضة الماراثون 4 سنوات وجميلة، يعني كل موسم تقريبا 10 بطولات فيه، وإقبال الناس عليها كثير حاليا، أكثر بكثير. يعني في ناس من خيل السرعة نزلوا عندنا بالماراثون، وفي ناس كانوا تحمل كمان رجعوا ماراثون. وأول تقريبا أول سنة كان يعني عدد الخيل كانت 3 أشواط، ممكن الشوط الواحد يجي فيه تقريبا 10 روس 11. الآن شهد في ملتقى الفرسان في العلا 25 حصان في شوط واحد، يعني صار الشوط حريقة. 25 حصان وله أي حصان، يعني أبطال ودماء بطلة. فهذه هي المتعة، أنك أنت تتنافس مع شيء تحس أنه ند لك أو تستفيد منه. أنا طالع بفكرة وأيدتها في الاتحاد السعودي اللي هي فكرة عاسف خيل. فهي مختصر الفكرة أنها عبارة عن قدرة الفارس على التعامل مع الجواد اللي معسف في وقت ما يقارب 14 يوم، مع تواجد لجنة حكم، مع تواجد جمهور، مع تواجد خيل لم تعسف. لأن في ناس طريقة تعاملهم صحيحة، ونتمنى أن كل العساف أو كل المدربين أو كل الفرسان يتخذونهم كقاعدة أساسية. من ناحية الطموح، والله أنا أطمح أني أكون بصمة لكل فارس يأخذ مني شيء يستفيد منه، ويكون يعني شيء يعني يستفيد منها الفرسان والخيل والسباقات. فنقول إن شاء الله أن البرنامج هذا يصير يعني كافي أن نكون لنا في الفروسية وفي العالم الفروسية بصمة بس في الشيء ذا. العالمية ما هي صعبة إن شاء الله، وقريبة، والتوفيق بيد الله. وإذا جت العالمية والله ما احنا برافضينها صراحة. هذا هو مزيج الفروسية اللي كان معاكم لليوم بحلقتنا، كان ما بين السرعة وما بين الجمال وما بين التكنيك والدقة العالية في ركوب الخيل، وأيضا الإنجازات اللي شفناها باسطبلات متنوعة سواء سابقا أو حتى الآن. طبعا دائما نتذكر يلي ما قدر انه يشوف حلقة برنامج فروسية يقدر انه يشوفها على موقع اليوتيوب، وتقدروا ايضا انكم تتواصلوا معنا على مواقعنا، مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة قدامكم على الشاشة، فيسبوك، تويتر وانستغرام. هذه تحية مني لكم، انا احلام العجارمة ومن فريق عمل فروسية، في امان الله. تمثيل جواد ساوثرن لهذا المزاج يومين بالشهر اتألق بهذا، اتخلبطت كل اللينك او حتى سلالته او حتى ممكن انا مش عارفه ايش قاعده بحكي، صار لي ساعه بصلي في